بسم الله الرحمن الرحيم، معكم المليح جواد، مسؤول اداري لرأس اولمبيك اسفي. احنا الان في الموسم 2018-2019، هذه السنه عرف تسجيل وانخراط ما يناهز 260 طفل بجميع الفئات العمريه، التي تشرف عليها مجموعه من الاطر، طاقم التقني والاداري ديال رأس اولمبيك اسفي، عشر المؤطرين مكونين، تي عندهم دبلومات في المستوى، عندهم شهادات في المستوى، متخصصين في العمل ديالهم، بالاضافه للسي المسؤول التقني اللي تيشرف على فريق النخبه ديال مدرسه اولمبيك اسفي، اللي تتكون ما بين اجود العناصر في المدرسه، بالاضافه الى بعض العناصر اللي تنجلبوهم من الاحياء الشعبيه. مدرسه اولمبيك اسفي شاركت في العديد من تظاهرات هذه السنه، الحمد لله. الى ما كانتش المدرسه تتكون البطل، تتكون هي وصيف البطل. النتائج ديالها الحمد لله معترف بها على الصعيد الوطني، بالاضافه الى العمل التقني والاداري. تنعملوا كذلك مع على 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 تحسين الصوره وتحسين والعمل تشجيع الاطفال على الدراسه. تراقبوا المعدلات السنويه ديالهم، تنصحوهم وتنحلوا المشاكل ديالهم. بالنسبه لمدرسه اولمبيك اسفي، النتائج ديالها على الصعيد، النتائج ديالها على الصعيد على الصعيد المستوى التقني، هاد السنه تنقوم بالعمل مع 12 طفل اقل من 13 سنه، داخل في اطار استراتيجيه تعمل بها المدرسه منذ 8 سنوات، بدات في 2010. اهم العناصر اللي تخرجوا من هذه الاستراتيجيه ونجحنا فيهم مثلا مرابط محمد، كحلاوي سيف الدين، القدالي، مجموعه من العناصر تتمثل المدرسه دابا في الفريق الاول، بالاضافه لعديد العديد من اللاعبين في الفئات العمريه، امال، فتيان، شبان، مينيم. الحمد لله، السنه الرياضيه على تتشرف على النهايه ديالها، داز الامور الحمد لله السنه في اعلى مستوى، داز النتائج في اعلى مستوى، لا تقنيا ولا 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 مردوديه ديال الاطفال الحمد لله كانت في مستوى جيد. المدير التقني لمدرسة نادي اولمبيك اسفي، من الاهداف اللي عندنا في هذه المدرسة هي التكوين المستمر على المدى المتوسط والبعيد. هنا عندنا مجموعة من البراعم اللي كنشوفوا فيها ان شاء الله هي مستقبل كرة في مدينة اسفي. هنا بارمي لي زوبجيكتيف اللي كنديروهم هما كنلعبوا على لي فوندامونتو تكنيك، عندنا كنلعبوا على لا ميتريز دو بال، كونترول، كوندويت. كنجمعوا واحد مجموعه من اللاعبين وكنسهروا عليهم وكنديروا واحد البرنامج، هذا البرنامج على مدى سنتين او ثلاث سنوات اللي كيكون كامل وشامل. لهذا كان ملي كنطعموهم من الفئات الصغرى، سواء في السونتر، سواء كاين واحد المدير التقني اللي كيمشي عنده السونتر كيكملوا التكوين ديالهم. وهذه الفلسفه هذه بديناها من برنامج بدينا من 2009 وهو كيعطي الثمار ديالو ان شاء الله. كنشوفوا كاع الفئات العمريه لا بليبار اللي داز من المدرسه الاولمبيك اسفي. هذا ان دل على واحد المجهود الناس الاداريين، سي جواد كنشكرو حتى هو، سي جواد وسي عبد الرحيم حنان وسي سي حسن مكجاري وسي عبد الفتاح، مجموعه من الاطر اللي كتساندو كتجي في الخفاء ديما كتجيو كتمد بالتشجيعات بالتواصل. لهذا حنا ملي كنسمعوا الثناء وهادشي كنعاودوا كنتحمسوا وكنديروا على عاتقنا بان نجاهدوا ونديروا واحد المجهود كبير باش ان شاء الله تكون عندنا بارمي المدارس المزيانه في اولمبيك. وهذا ان دل على شيء، شنو كاع النتائج اللي الدراري عندنا الفئات الصغرى العمريه، راه في جميع الملتقيات كيكونوا بالمراكز الاولى الثانيه، وان دل على شيء ان دل على ان مجموعه متكامله في جميع الفئات.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا اب ديال الطفل ديال سعد بن جمره، تلميذ في مدرسه ديال اولمبيك اسفي، اللي دابا 3 سنين هو تيشارك في هذه المدرسه وتيتريني فيها. الحمد لله المستوى ديالو غادي وتيتحسن، الاطر مزيانه، الامور غاديه مزيانه الحمد لله في هذه المدرسه. بالنسبه للاداره تلقاو جميع التسهيلات، ديما كاين رحلات الاطفال تشجعهم وترفعهم فيها. المستوى ديال الفروق ديال جميع الكاتيجوري اللي كاينين هنا مزيانين، غادي تيتطوروا. عندنا دراري السن ديال 15 11 9 7 كلهم مزيانين الحمد لله. الدراري لاقي الراحه ديالهم، ما جابش الدري شي حصه تيبرصني في راسي، ضروري خصني نجي معاه العام كله. 3 سنين ديما تنجي معاه، كل حصه خصني نكون حاضر معاه. والامور الحمد لله، والاوطو اللي كاينه هنايا كلها مزيانه، المدربين الاستجابات اللي كاين في الاداره حتى هو مزيان، الاباء هنا منسجمين، كل شيء بخير الحمد لله. ونتمنى التوفيق والطريق مزيانه لهذه المدرسه ان شاء الله. السلام عليكم، انا لا مامون ديال ادم شباني ادريسي، ايتوديون هنا في الكلوب ديال لو سي اس، صافي عام دابا هو وكيجي. اوطور مزيانه، لي كوتش تا هما، ولدي ولا فرحان كيجي ديما ومرتاح. انا الابن ديالي مرتاح بزاف باسكو كاينين اوطور هنا مزيانين كيحسسوهم انهم بحال والديهم. الى ما جاش كيبرزطني بيان سور، وحنا فرحانين باسكو حاطينهم في ايادي امينه، نقدروا نكونوا معاهم ونقدروا ما نكونوش. كاين ايكيب اللي حاداهم وكيفرحوهم وحنا فرحانين معاهم، وان شاء الله العام الجاي يكون معاهم والعام اللي من وراه. وكنتمنى السلام عليكم، معكم حنان عبد الرحيم، رئيس لجنة مدرسة نادي أولمبيك أسفي لكرة القدم. أندعو لكم على التسيير ديال مدرسة نادي أولمبيك أسفي لكرة القدم، التسيير اليومي والتسيير كتسيير مدرسة نادي أولمبيك أسفي بمشاركة مع بزاف الناس، منهم الثقة اللي كيخولها لنا المكتب وعلى رأسهم رئيس نادي أولمبيك أسفي لكرة القدم سي أنور دبيرة. كنشكرو من هذا المنبر على وكنشكرو المكتب على الثقة اللي عاطينا لي باش كنسيرو هاد مدرسة نادي أولمبيك أسفي لكرة القدم. وكنشكر الأوطور اللي كيعملو في مدرسة نادي أولمبيك أسفي على رأسهم السي عبد الهادي الدرجة المدير التقني، والسي جواد المليح الكاتب الإداري، والإخوان الأطر التقنية منهم المدربين، منهم الناس المكلفين بالطب على المدرسة. والتسيير كيكون كاينة استراتيجية ديال العمل، كيكون فيها مشارك فيها كل شيء، جميع الإخوان مشاركين فيها. وكاين كاين الان واحد الاستراتيجي ديال توسيع مدرسه نادي اولمبيك اسفي على النواحي ديال مدينه اسفي، تقريبا مثلا جمعه سحايم، سبت كزوله، باش يكون واحد عدد كبير ديال المشاركين، باش نوصل لواحد العدد اللي يكون كبير ديال المشاركين، لان كل ما تزاد العدد
كل ما كتلقى ضروري كتلقى موهبه وسط هذوك الاعداد. وعندنا مواهب كثير خرجوا من النادي ولا من مدرسه النادي الاولمبيك اسفي، وكذلك كاين الجودالي اللي تا هو داز من مدرسه النادي الاولمبيك اسفي، وكاين الكحلاوي تا هو اللي داز من مدرسه النادي الاولمبيك اسفي. وفي هذا الاطار كاين دابا وليدات صغار، اللي اربعه وليدات صغار استدعاهم المنتخب، استدعاو المنتخب الوطني والمنتخب الوطني استدعاهم، دار لهم واحد عده تجارب واختار منهم واحد، دابا راه استدعوه باش يلعب في المنتخب الوطني. ومازال مدرسة اولمبيك اسفي غتعطيه بزاف بزاف، ولكن هذا الشيء ما راجعش للعمل ديالي بوحدي، ولكن راجع للعمل ديال الاخوان كاملين، للناس ديال المكتب، لسعاده السيد الرئيس، السيد الكاتب الاداري ديال مدرسة النادي الاولمبيك اسفي السي جاود المليح، للمدير التقني ديال المدرسه السي عبد الهادي الدرجه، للاطور، اي واحد كيشارك في العمل. وكنتمنى من الله باش تبقى هذه الروح ديال العمل بين الاخوان كاملين، باش مدرسه النادي الاولمبيك اسفي توصل داكشي اللي بغيت.